ثم بدأ بوصاياه للحسن والحسين. قال: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء من زويا عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع أهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذاتي بينكم، فإني سمعت رسول الله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله، في الأيتام لا تغبوا أفواهم، ألا لا يضيعوا بحضرتكم. الله الله، في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله، في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، لا زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله، في بيت ربكم فلا يخلون منكم، فإنه إن ترك لم تناظروه. الله الله، في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله، في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله، في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله، في الفقراء والمساكين أشركهم في معايشكم. الله الله، في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما أوصى به نبيكم أن قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم، فتدعون فلا يستجاب لكم. وعليكم بالتقوى صلي والتبادل والتبار، وإياكم والتقاطع والتدابر والفرقة، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال: لا ألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي. فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور.